الأسلحة المزيفة. بالطبع تحب جماهير المصارعة رؤية المباريات المفتوحة التي يتم فيها استخدام أي نوع من الأسلحة، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون بأن هذه الأسلحة مزيفة، وحتى إن كانت حقيقية فهناك إجراءات سلامة يقوم بها المصارعين أثناء الضرب حتى لا تؤلم، والأصوات الناتجة عن الضرب التي تسمعونها غالبا ما تكون مؤثرات يضعها مهندس الصوت خلف الكواليس.